مجال النساء والتوليد مجال واسع جدا، في مشاكل كتير قوي بتقابل كل ست، مش بس في اتمام عملية الحمل، لا بيبقى في مشاكل مرضية داخل جسم السيدة نفسها يمكن ساعدنا في اكتشافها وعلاجها المناظير. النهاردة هنتكلم عن المناظير بشكل اوسع شوية، ومشرفنا استاذ دكتور عمر المغربل استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري، استشاري اطفال الانابيب والاخصاب المساعد، استشاري التشخيص المبكر الاورام، استشاري علاج العقم بالمناظير. وننتهي بقى ونبدا من ما انتهينا، المناظير. ايوه نبدا بيها حوارنا النهارده دكتور. منظار البطن عايزين حضرتك تفهمنا بيستخدم في حالات ايه وفي تشخيص حالات ايه بالظبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا فكره المنظار ان هي بتبقى عمليه بالنسبه للسيده جراحيه بسيطه، ان بدل ما افتح في البطن السيده جرح 10 15 سنتي بفتح جرحين ثلاثه، كل جرح نص سنتي تقريبا، فحتى بسموه في الطب مينيمم انفيزيف سيرجري، يعني جراحه ثقوب في البطن صغيره، لكن بتعمل جوه البطن كل حاجه. كويس. الفكره في المنظار ان انا اول حاجه بخش البطن عشان اشخص، لو انا مش عارف اشخص قبل المنظار، لما اشخص جوه البطن بشوف ايه اللي موجود واقدر اعمله بالمنظار. ده اللي بيغنيني عن الشق الجراحي بقى. ايوه كويس. السيده بعد العمليه 3 4 ساعات بتقوم وتروح وتعيش حياتها طبيعيه في البيت، غير الجراحه عايزه لها اسبوع مستريحه ما تتحركش، حد بيخدم عليها، الاكل بحساب، لكن المنظار ساعتين 3 ساعات تروح بيتها وتتحرك وتاكل وتشرب، والاحتياج للادويه بعديها اقل بكتير. الريكفري بقى كمان والتعافي. الاقامه في المستشفى اقل، الافاقه اسرع، الاكل والشرب اسرع، العوده للحياه الطبيعيه اسرع. دي فكرة المنظار عن الجراحة التقليدية. هو المنظار استخدم في تشخيص حالات كتير في الطب عموما مش في النساء بس. لا مش جزء، ده جزء بالظبط، ده مش شغال جراحة شرح ومش حاجة كتير جدا. بقى يسمى التدخلات المحدودة اللي هو بيغنينا عن الفتح الجراحي اللي متعارف عليه. طيب بالنسبة للجهاز التناسلي، المنظار ممكن اعمل أي حاجة تقريبا فيه في كل أجزاء الجهاز التناسلي، سواء كان مبيض أو قناة فالوب أو رحم. 3 أعضاء الأساسيين في الجهاز التناسلي للسيدة. نزل المبيض، اولا مشخص مبيض فيه مشكله ولا لا، ثاني حاجه لو في اي انواع الكاس على المبيض ممكن اشيلها من جوه المبيض، لو في ورم على المبيض نفسه ممكن اشيل المبيض كله من منظار. تمام. لو المبيض في مشكله بينه وبين قناه فالوب، ودي المشكله دي بتعوق الحمل الطبيعي، ممكن اعدل الكلام ده ازاي. المبيض لو لازق في حته غير المكان الطبيعي بتاعه، وبالتالي البوق بتاع قناه فالوب بعيد عنه، يبقى البوق مش عارف يجيب البويضه، فممكن افك الالتصاقات حوالين منه وارجعه لمكانه جنب الانبوبه عشان تعود الحمل الطبيعي بالنسبه لها.